بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في درس جديد من دروس تعلم مايكروسوفت إكسل. النهاردة الدرس رقم 7 من سلسلة دروس كيفية تصميم نظام محاسبي في شكل اليومية الأمريكية. اتكلمنا قبل كده على إزاي نصمم الشيب بتاع اليومية الأمريكية وإزاي نكتب المعادلات بتاعته، وبعد كده عرفنا إزاي نعمل الأستاذ العام ثم ميزان المراجعة ثم إزاي نكريت أو نصمم يوميات الأستاذ المساعد. بعد ما عملنا كل الكلام اللي اتشرح في الدروس اللي فاتت، النهارده باذن الله هنتعرف على ازاي نعمل قائمه المركز المالي وقائمه الدخل. انا اضفت شيت اسمه البي ال اللي هو البروفيت اند لوس او الانكم ستيتمنت، يعني في اللي بيسميها بروفيت اند لوس في اللي بيسميها انكم ستيتمنت، مش مشكلتنا دلوقتي. كل اللي عملته ان انا كتبت الداتا بس اللي انا هدخلها او شكل البيانات اللي هتظهر جوه القائمة، وهنعرف مع بعض ازاي نلنك نعمل لينك ما بين أرصدة الحسابات في ميزان المراجعة وقائمة الدخل. قائمة الدخل لما تيجي تطبع، اللي هيطبع هو الجزء ده بس، طبعا ده حاجة لينا احنا جوه الإدارة المالية، لكن لما تيجي تقدم كريبورت هنقدم من أول المتحدون للتجارة والتوزيع، اسم الشركة ثم اسم القائمة قائمة الدخل، ثم بقول قائمة الدخل دي عن أنهي فترة، فبقول عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013. بعد كده بيبقى عندي العمود الخاص بالسنة الحالية اللي هي 2013، وبيبقى المعيار بيقول إن هو بيبقى في عندي سنة مقارنة، فبتبقى هي السنة اللي قبليها. وفي عندي عمود خاص بالإيضاحات، لو أنا في بند هيتعمل له إيضاحات متممة، بكتب رقم الإيضاح بتاعه بحيث اللي بيجي يقرأ القوائم المالية يبص صافي الإيرادات ده إيضاح رقم مثلا 2 أو إيضاح رقم 4، يروح رايح على الإيضاحات رقم 4 يشوف إيه التفصيلات اللي جوه صافي الإيرادات دي. طيب نبدأ مع بعض نعمل اللينك بتاع أرصدة الحسابات صافي الإيرادات. ندخل على ميزان المراجعة، نبص على حساب المبيعات، آخد الحساب ده كوبي كنترول وسي، وبعد كده أنزل على البي أند إل وأقول له بيست لينك، بحيث ان انا لو جيت ضفت اي حاجة عندي بعد كده في اليومية الامريكية يبقى قائمة الدخل بتعمل لها ابديت اوتوماتيك. تكلفة الايراد هتساوي، هقوله بيساوي، وانزل على ميزان المراجعة واخد تكلفة المبيعات زائد مصاريف التشغيل، بعد كده مجمل الربح هيساوي صافي الايرادات ناقص مجمل الربح. باذن الله بعد ما نخلص قائمة الدخل هنتعرف ازاي نعمل الداتا المفروض بتتخصم تبقى ما بين قوسين، المصروفات الإدارية العمومية بتساوي ميزان المراجعة إدارية عمومية مصاريف التسويق إهلاك الأصول الثابتة، لو ليها بند عندي في القائمة في الميزان بضيفها، مفيش فيها بند بسيبها بصفر لغاية ما أضيف البند بتاعها، بيضاف إيرادات أخرى برضو بصفر ما عنديش حاجة في الميزان باسم إيرادات أخرى. صافي الربح قبل خصم الضريبة هيساوي مجمل الربح ناقص مصروفات عمومية وناقص مصروفات بيعية وناقص الإهلاك ويضاف إليه إيرادات أخرى. بعد كده ضريبة الدخل هتساوي صافي الربح قبل الضريبة مضروب في نسبة الضريبة بتاعتي على حسب الدولة، ففي مصر الضريبة على الدخل للأشخاص الاعتبارية 20%، تديله 0.2. بعد كده صافي الربح هيساوي صافي الربح قبل الضريبة مخصوم منه الضريبة. طيب أنا بعد ما عملت قائمة الدخل خلاص وحسبت ضريبة الدخل، لازم أسجل ضريبة الدخل عندي في القوائم أو في شيت اليومية الأمريكية بتاعي. أجي على شيت بتاع التسويات وهيبقى في 31/3/2013، القيد مثلا 13/01، وأكتب إثبات ضريبة المبيعات عن عام 2013. طبعا ضريبة المبيعات بتتسدد على حسب قانون الضرائب في مصر، فالشركات الاعتبارية أو الأشخاص الاعتبارية بيتسدد في 30/4، فبالتالي أنا في آخر السنة بتاعة 30/4 السنة التالية، فبالتالي في 2013 هيتسدد في 2014، فأنا بثبت استحقاق لمصلحة الضرائب، فهقول إلى حساب أرصدة دينا أخرى التزام عليا بكام؟ ب 4370. جبت الرقم ده منين؟ في عندي في قائمة الدخل 4370. بعد كده هقول من حساب ايه؟ من حساب مصروف الضرائب. انا ما عنديش مصروف بتاع اسمه ضرائب بالدخل، فهاجي عندي في دليل الحسابات واجي اعمل هنا ده مصروف ضريبة
الدخل، واجي انزل على شيت رقم 13 وادي مصروف ضريبة الدخل كام ب 4370. القيد متزن، جميل جدا. طبعا الأرصدة لدينا أخرى 4370 لازم أعمل لها، أروح أحللها في الشيب بتاع أستاذ المساعد أرصدة لدينا أخرى، بس مش موضوعنا دلوقتي. خلينا نركز في تصميم قائمة الدخل. كده قائمة الدخل خلصت. المفروض العمود بتاع السنة المقارنة 2012، كل اللي بعمله بنقل الداتا بتاعتي من قائمة الدخل السنة اللي فاتت دي، مفيش فيها أي مشاكل. خلصت أنا قائمة الدخل، بعمل بعديها قائمة المركز المالي بنفس الأسلوب، الأصول الثابتة بالصافي. هقول له بتساوي ميزان المراجعة الأصول الثابتة 300، ده قيمة دفترية مخصوم منها مجمع الإهلاك. بعد كده إجمالي الأصول الثابتة أقول له ألتو يساوي، وأجمع الرينج بتاعي الفوقية طلب 250 ألف، المخزون بيساوي الميزان، أجي على المخزون العملاء، أجي في الميزان على العملاء مدينون وأرصدة مدينة أخرى، أجي في الميزان على مدينون وأرصدة أخرى، أدي أرصدة مدينة. عندي النقدية بتساوي الصندوق زائد البنك، وأعمل ألت ويساوي أجمع الرينج بتاعي وأقول إنتر. ده إجمالي الأصول المتداولة. بعد كده أخش على الالتزامات المتداولة بتساوي ده الموردين، أنزل ميزان المراجعة، أدي الموردون. بعد كده دائنون وأرصدة لدينا أخرى، أرصدة لدينا أخرى، إجمالي الالتزامات المتداولة. بعد كده رأس المال العامل بيساوي الأصول المتداولة مخصوم منها الخصوم المتداولة، إجمالي الاستثمار بيساوي إجمالي الأصول الثابتة مضاف إليه رأس المال العامل اللي هو أصول متداولة ناقص خصوم متداولة. يبقى أنا كده عندي أعرف إن إجمالي الاستثمار في 2013 ب 282 480. طبعا لو في التزامات طويلة الأجل بضيفها، ما فيش انا عندي في الحاله بتاعتي، فانا مش ضايف بنود ليها. اجي اخش على راس المال المدفوع هقول له بيساوي الميزان راس المال 200 ألف، ارباح وخسائر العام بتساوي من قائمه الدخل 17480، جاري المساهمين من الميزان الجاري بتاع الشريك 17 ألف، ارباح مرحله موجوده في الميزان برضو ارباح مرحله. أجمع إجمالي حقوق الملكية، إجمالي التمويل، رأس المال العامل والأصول. طبعا دوت في حالة إن أنا عندي التزامات متداولة، فبجمع إجمالي حقوق الملكية مضافا عليها الالتزامات المتداولة، فهتبقى بتساوي القيمة بتاعت حقوق الملكية زي ما هي. طبعا عشان أتأكد إن أنا الشغل بتاعي صح، بشوف إجمالي تمويل رأس المال عامل وأخفض منه إجمالي الاستثمار، اداني صفر، يبقى معنى كده ان انا الشغل بتاعي مظبوط. زي ما قلنا في قائمة الدخل هنا دي هتبقى 2013، هنا دي 2013، دي 2012 كنترول اس. في 2012 طبعا انا باخد البنود او ارصدة الحسابات لسنة 2012 من ميزانية السنة اللي فاتت. طيب في كده اخر نقطه هنتكلم فيها في الفيديو بتاع النهارده، اللي هو قلنا الارقام اللي انا عايز اظهرها ان هي عمليه بتتخصم. هاجي على الخليه وادوس رايت كليك، وبعد كده فورمات سيلز، واجي في الخانه بتاعه كاستم ماشي، واقول له هو هنا واخد فورمات ان هو بيعمل بيطبق الفورمات دوت. يعني احنا مش هنشرح شكل الفورمات بيتشرح ازاي، ده اللي هو اول سيكشن في الكاستم فورمات بيبقى للموجب، تاني سيكشن بيبقى للسالب، وبعد السيكشن التالت للصفر، والسيكشن الرابع للتكست. احنا عايزين بس القيم تظهر على ان هي مخصومة، فاجي اقول له هنا كده اظهرها لي بالفورمات دوت. كل اللي عملته ضفت قوس في البداية وفي النهاية. خلينا نعملها من اول جديد خالص. انا ممكن اجي امسح الكلام ده كله. 11300 هذه القيمة بتاعت الخلية عالي،
هقول له انا عايز تظهرها لي صفر، بحيث ان هي عامل الديسمل. تمام كده، مش هيعمل لي الكومة، انا ما اعرفش الكومة بتتعمل ازاي، مش مشكلتنا. هقول له حط لي بس في الاول القوس وفي الاخر القوس، بحيث ان هي تظهر في القائمة على اساس ان هي ايه قيمة بتتخصم، واقول له اوكي تظهر بالشكل ده. هنسخ التنسيق، كوبي دبل كليك، طبعا الصفر ما بتخصمش، فيظهر زي ما هو او هيتخفي، فيبقى كده انا هو واضح. نفس الموضوع برضو في الضريبة، يبقى لما حد يجي يبص على قائمة الدخل، خلينا نعمل لها البرنت بتاعها، سيلكت الداتا كلها، بيج لاي اوت، بعد كده برنت اريا، سيت برنت اريا، بعد كده كنترول واف 2 او برنت بريفيو، نيجي نبص تمام مظبوط، داتا شكل ظاهرة بشكل مظبوط. برضو ممكن نظبط الارقام كلها تبقى واخدة محاذاة لليمين او للشمال، متبقاش في النص، بحيث ان هي يبقى كلها معروف ماشية ازاي، او خليها من اليمين على ان هي عربي احنا بنمشي من اليمين للشمال. وبعد كده اقول كنترول و اف 2، ممكن نخش على البيج سيت اب ونقول له في المارجنز انا عايز الريبورت يبقى متوسطا بشكل افقي، فاقول له اعمل تشيك بوكس على هوريزونتلي واقول له اوكي، فيبقى التقرير ظاهر في نص الصفحه. كلوز واعمل كنترول بس كده. انا خلصت عملت قائمه الدخل بي اند ال والميزانيه البي اس. برضه نظبط هنا الطباعه، بيج لاي اوت، سيت برنت اريا، كنترول واف 2 مظبوط، بيج سيت اب واخده هوريزونتلي اوكي، جميل جدا، كلوز كنترول واس. كده يبقى انا خلصت شغلي بتاعي قائمه الدخل والميزانيه. طبعا في قوائم تانية بتبقى موجوده تبع القائمة اللي بتتعمل في نهاية السنة، اللي هي قائمة تغير في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية، بس ده مش موضوعنا دلوقتي. احنا كده يعتبر خلصنا السلسلة بتاعتنا. بإذن الله قد يكون هناك في فيديو جديد بعد ما نعرض الفيديوهات دي عليكم ونشوف ملاحظاتكم، ونعمل فيديو زيادة نشرح فيه الحاجات اللي هي ما كانتش واضحة أو الإضافات اللي هنعملها على النظام اليومية الأمريكية. لو في أي ملاحظات أو استفسارات على الحاجات اللي اتكلمنا فيها في الفيديو دوت أو الفيديوهات السابقة، أتمنى إن احنا نشوفها في التعليقات في نهاية الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.